أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. بوتين يهدد الغرب بخفض إنتاج النفط ردا على قرار تسقيف الأسعار، ويقول إن فرق سعر الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي بلغ 10 أضعاف. مسلسل الإضرابات يهدد موسم الأعياد في بريطانيا، والحكومة تهدد بإنزال الجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة. لليوم الخامس على توالي إضراب النقل العام والشاحنات يتواصل في الأردن احتجاجاً على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. أهلا بكم. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعود أسعار الطاقة في أوروبا بالخيالي، وقال إن الفارق في أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي يقدر ب10 أضعاف أو أكثر. بوتين وفي كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي رأى أن ذلك يهيئ ظروفا لتعزيز التنمية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوراسي، وقال إن روسيا قد تخفض صادراتها من النفط ردا على قرار تسقيف سعر صادراتها، وشدد على استمرار التعاون والتكامل بين دول الاتحاد وهي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان. وجود فرق في أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي ودول الاتحاد الأوروبي بمقدار 10 أضعاف أو أكثر يهيئ الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوراسي. العمل المشترك في إطار منظمة شانغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن على أساس الاحترام المتبادل والنظر في مصالح كل منهما حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، والتي تتعلق في المقام الأول بالحماية من التهديدات الخارجية وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي. وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أكد أن روسيا سترد على قرار وضع سقف لسعر صادراتها النفطية بالطريقة التي تناسب مصالحها. نحن نتحدث عن زعزعة محتملة لسوق الطاقة العالمي، نحن نتحدث عن تدخل اصطناعي في علاقات السوق في عملية تسعير النفط. هذه الخطوة حتى على المدى المتوسط محفوفة بمشاكل إضافية لاستقرار الأسواق. روسيا سترد بالطريقة التي تناسب مصالحها على أفضل وجه. مناقشة الخبراء شارفت على الانتهاء بالفعل، وآمل أن يتم الإعلان في المستقبل القريب عن قرار بشأن ما ستفعله روسيا ردا على مثل هذه الخطوة التي تعد سخيفة جدا من وجهة نظرنا. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من روسيا مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. أهلا بك أستاذ سلام. بداية لابد من السؤال عن الردود المتوقعة من روسيا على قرار الغرب تحديد سقف لسعر صادراتها النفطية ولا سيما المنقولة بحرا. مساء الخير إليسار. ربما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه قال بأنه بصدد التوقيع على مرسوم رئاسي كخطوة تكون بمثابة رد على يعني ما يحاول الغرب فرضه بما يسمى تسقيف أو وضع سقف لسعر النفط الروسي. طبعا هو لم يخوض في تفاصيل هذه الخطوات وهذا المرسوم، لكن واضح الحديث يدور أولا عن يعني خفض إنتاج النفط من قبل روسيا، لأنه نحن نرى في الأسواق العالمية سعر النفط بدأ ينخفض قليلا، وهذا يحتاج إلى يعني نوع من التدخل للحفاظ على مستوى تعتبره روسيا وتعتبره الدول الشريكة لروسيا فيما يسمى بصيغة أوبك بلس، تكون الأسعار عادلة ومنصفة سواء كان للمستهلكين أو المنتجين. هذا من جهة. من جهة أخرى ستعزز روسيا تعاونها في مجال الطاقة بما في ذلك في مجال واردات النفط والغاز طبعا إلى الدول الشريكة، وفي هذا الصدد انتهت بنجاح مفاوضات روسية هندية حول العمل المشترك من أجل سواء كان بناء ناقلات نفط أو تأجير ناقلات نفط لكي تكون هناك إمكانيات لاستيعاب النفط الروسي الذي يصدر بحرا. طبعا الحديث يجري عن سقف لأسعار النفط المصدر بحرا من روسيا، لذلك هذه أيضا خطوة إضافية، بالإضافة إلى تعزيز صادرات النفط إلى الدول الشريكة. وأيضا موسكو في الآونة الأخيرة أجرت اتصالات كثيفة مع الدول الشريكة والحليفة. على سبيل المثال قبل أيام كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني. فلذلك نرى أن موسكو تتحرك في كافة الاتجاهات، وأيضا نحن في هذه القمة التي تنعقد في بشكيك، قمة الاتحاد الاقتصادي الأراسي، أيضا كان هناك عمليا إجماع فيما يتعلق بانتهاج سياسة طاقة موحدة، ليس فقط في مجال الغاز وإنما أيضا في مجال النفط. ويعني لذلك روسيا تقدم أسعار منصفة وعادلة ومشجعة لهذه الدول، وأيضا كانت خطوة أساسية في هذا الاتجاه هو يعني بناء يعني إنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال. تمام. الرئيس الروسي أفاد بأن أسعار الغاز في أوروبا أعلى 10 مرات تقريبا مما هي عليه في الاتحاد الأوراسي، إلى ماذا يشير هنا؟ طبعا عدة رسائل، رسائل موجهة إلى الأصدقاء والشركاء والحلفاء، وتحدثت قليلا حول يعني الأسعار المنصفة التي تشجع الاستثمارات في الدول الشريكة، وهنا طبعا الحديث يجري عن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. روسيا بالفعل يعني تقوي شراكاتها مع هذه الدول وتنجز مشاريع مشتركة وتستثمر في حقول الطاقة وحقول الغاز في تلك الدول، لذلك من جهة هذا يساعد على التنمية الاقتصادية في هذه الدول، ومن جهة أخرى تظهر روسيا بأن من يتعاون معها يستفيد ومن يفرض عليها عقوبات يتضرر. فلذلك هذا الفرق الشاسع يعني في الأسعار بين دول الاتحاد السوفيتي السابق، دول الاتحاد الأوروبي آسيوي الاقتصادي، والدول الغربية. وهذه السياسة هي سياسة خاطئة، وصفها بيسكوف بالسخيفة، لأن وضع مثل هذه القيود هو تحطيم لكل مبادئ السوق التي يبنى عليها الاقتصاد العالمي والعلاقات بين الدول أساسا. فلذلك من وجهة النظر هذه هي رسالة ذات متجهتين، متجهة إلى الأصدقاء والحلفاء ومتجهة إلى الدول الغربية التي تعتبر خصما لدودا لروسيا. طيب، بالحديث عن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بوتين دعا إلى إزالة العقبات التجارية وتعزيز التكامل الصناعي بين هذه الدول. ما الذي حال دون تطبيق هذه الأمور حتى الآن، رغم أن التعاون قائم بين دول هذا الاتحاد الاقتصادي بالدرجة الأولى والسياسي بدرجة ثانية ربما؟ يعني أقصد هل العوائق لوجستية وتقنية أم هناك ضغوط سياسية ربما على بعض الدول الأعضاء؟ بالفعل اليسار، كل ما تفضلت به هو صحيح، هو موجود بالفعل، هذا التعاون قائم، هناك معوقات. طبعا يجب ان لا ننسى ان الاتحاد السوفيتي كان منظومه اقتصاديه متكامله ومنظومه صناعيه متكامله، الطائره يعني تنتج اجزائها في جمهوريات مختلفه، بعد ان تفكك الاتحاد السوفيتي ايضا تفككت هذه الاوصال، ولذلك ظهر فراغ في مجال التكامل الاقتصادي والصناعي بين هذه الدول. والآن هذه الدول بدأت تتدارك الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في السابق، وأيضا كما تفضلت يعني بلا شك تدخل دول خارجية، دول يعني دول غربية في تقديم المشورة سواء كان لروسيا في السابق أو لهذه الدول، أيضا كان الهدف منه هو تدمير الاقتصاد السوفيتي وتدمير تلك الأواصر والروابط الاقتصادية، لكي تكون هذه الدول ضعيفة اقتصاديا وتعتمد سواء كان على الاستثمارات الغربية أو على التدخلات الغربية من أجل التحكم باقتصاداتها. هذه الدول وخاصة دول الاتحاد الأوراسي بدأت تتجاوز هذه الإشكالات الموروثة عن السابق، وبدأت تقيم شراكات وتقيم صناعات مشتركة. هنا أود أن أشير بشكل خاص إلى التعاون والتداخل الوثيق بين الاقتصاد الروسي مثلا والبيلاروسي، أيضا هناك مجالات متطورة في التعاون بين روسيا وأربينا، بين روسيا وكازاخستان. والآن نرى أن بعض الدول تحاول أن تقيم مناطق تجارة حرة، يعني من أكثر الدول مرشحة إيران وكوبا وأوزبكستان. فلذلك نرى هذا التحرك الإيجابي الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز وتعميق الأواصر الاقتصادية والتكاملية سواء كان في داخل هذه المجموعة أو أيضا من خلال ضم يعني إقامة علاقات شراكة مع دول تعتبر صديقة وحليفة لدول الاتحاد الأوراسي. تمام. في السياق نفسه، بوتين لفت إلى أن الاتحاد الأوراسي نجح في التحكم بنسب التضخم، هل شرحت لنا قليلا كيف ذلك، كيف تحقق هذا الأمر، وهل كل دول الاتحاد عندها الاقتصاد المتين والقطاع المالي والنقد المستقر، أم أن هناك تفاوت في أحجام الاقتصاد والقدرات أيضا بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؟ لا شك هناك تفاوت في الاقتصاد وفي القدرات الاقتصادية والصناعية، وأيضا إذا أخذنا في نظر الاعتبار الثروات، يعني أغنى بلدين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هما روسيا وكازاخستان، بفضل يعني ليس فقط الصناعات وإنما أيضا بفضل الموارد الطبيعية الغزيرة في هذا البلدين. لكن هو هذا الاتحاد أنشئ على أساس
التوصل تدريجيا إلى مستويات متقاربة، سواء كان في مثلا الإنتاج إجمالي الإنتاج الداخلي أو في تعزيز الأواصر الاقتصادية والتكامل الصناعي. يعني كما قلنا في الاتحاد السوفيتي كان يعني الأمر الشيء يبنى وينجز ويصنع بالاعتماد على القدرات المنتشرة في الفضاء السوفيتي السابق. الآن يحاولون العودة إلى ذلك، وأيضا إقامة سوق مشتركة في كل المجالات، وأيضا حرية تنقل الأيدي العاملة، وأيضا التعريفة الجمركية المشتركة. كل ذلك يسهم في يعني أن يكون هناك تجانس ويكون هناك تقارب في مستوى أداء الاقتصادات في هذه الدول، وهذا ما تحاول هذه الدول تحقيقه من خلال تعميق وتنشيط مشاريع مشتركة. وتحدث عن هذه الأمور مثلا رئيس وزراء أرمينيا، الرئيس البيلاروسي، وبلا شك الرئيس الروسي ورئيس قرغيزستان. لذلك هناك حركة نحو توحيد الكثير من الأمور والوصول إلى مستويات متقاربة في النمو الاقتصادي وفي طبعا مستوى معيشة المواطنين. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، وكنت معنا من هناك. في أقصى الشرق بين بحري بيرينغ وأخوتسك يقع إقليم كاماتشاتكا، حيث تشرق الشمس على روسيا. طوال عقود كانت هذه المنطقة مغلقة، وهي تفتح اليوم أبوابها أمام السياح والمستثمرين. كاميرا الميادين كانت من أوائل الزائرين. سلام العبيدي والتفاصيل. هذا هو المكان الذي تبدأ منه روسيا، هكذا يقول النقش على نصب الدبة وديسمها الذي أقيم عند مدخل مدينة بيتروبافلوسك كامتشاتسكي عاصمة إقليم كامتشاتكا. طبيعة كامتشاتكا العذراء هي بطاقة التعريف بهذا الإقليم الغني بالمحميات الطبيعية، أما الدب البني الروسي فهو سيد هذه الطبيعة. من أشهر معالم الطبيعة في المكان الذي تبدأ منه روسيا وادي البراكين الثلاثة، الذي يشبه بتضاريسه ولون تربته سطح المريخ. هنا أيضا تنتشر عيون المياه الساخنة والغنية بالمعادن، ما يجعلها مصحات طبيعية تحت السماء. كامتشاتكا تشتهر ليس فقط بجمال طبيعتها، وإنما بالكثير من المنتجات التي تهبها هذه الطبيعة، كالأطعمة البحرية والكافيار. كامتشاتكا في موسكو، في غرفة التجارة والصناعة الروسية، حيث نظم معرض للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والخدمات والصناعات المتنوعة في هذا الإقليم، الذي تسعى روسيا إلى أن يصبح واحدة من الوجهات الأساسية لاستقطاب السياح والمستثمرين على حد سواء. نحن مهتمون في الدرجة الأولى بتطوير مجمع الصناعات السمكية، لأن السلسلة اللوجستية يعاد تشكيلها في الظروف الجديدة. كذلك نهتم بإنعاش السياحة وقطاع الخدمات وتطوير شبكات النقل البحري والجوي. كل الإمكانات متاحة للمستثمرين الأجانب. صحيح أننا نعطي الأولوية للمستثمر الوطني في الظروف الراهنة، لكننا نرحب بالمستثمرين ولا سيما من الشرق، وسوف نقدم لهم كل التسهيلات. ثمة مقولة شائعة في كامتشاتكا تقول: من لم يزر كامتشاتكا من قبل يتمنى أن يزورها ولو مرة واحدة، ومن زارها مرة واحدة سيزورها ثانية من دون أدنى شك. عسى أن نزورها نحن مرة ومرتين وحتى ثلاث مرات. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. أنجزت روسيا والصين خط أنابيب للغاز الطبيعي بينهما، ما سيخفف من اختناقات إمدادات الغاز على أن يبدأ تشغيله قبل العام 2025. ويوفر خط الأنابيب نحو 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنوياً، ويلبي حاجات 130 مليون منزل في المدن الصينية. يشار إلى أن العمل في بناء خط الأنابيب هذا استغرق 23 شهرا فقط، وأنجز قبل 6 أشهر من المهلة المحددة له. أيضا روسيا ستصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند، في خطوة قد تقوض تأثير تحديد سقف الأسعار الذي فرضه الأوروبيون ومجموعة السبع، وفق ما ذكرت صحيفة إنديبندنت. وبحسب الصحيفة ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عند 1,030,000 برميل يوميا، متجاوزة شركائها التقليديين في الشرق الأوسط
وعلى رأسهم السعودية. هذا ولم توافق الهند على الالتزام بسقف الأسعار الذي حدده الغرب عند 60 دولاراً للبرميل. كشفت صحيفة بوليتيكو أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع معايير جديدة لتنظيم صناعة البطاريات المستدامة في دول الاتحاد، وأوضحت الصحيفة أن الهدف هو تحفيز الإنتاج الأوروبي في ظل منافسة شرسة من الولايات المتحدة تجلت في إقرار حزمة إعانات حكومية للشركات الأمريكية تفوق 360 مليار دولار. الصحيفة أفادت بأن الميزانية الأوروبية المخصصة منذ 5 سنوات لهذه الصناعة تقدر ب20 مليار يورو فقط، لكنها لم تعد كافية لمواجهة المنافسة الأمريكية. أظهر استطلاع للرأي أن الأسر الأمريكية جاهدت من أجل توفير الطعام والمسكن وسط معدلات التضخم المرتفعة والعلامات على اقتراب الاقتصاد من الدخول في ركود. وبحسب موقع بيو للأبحاث، فإن واحدا من كل 4 آباء أمريكيين لم يتمكن من شراء الطعام الذي تحتاجه الأسر أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، وأن 24% كافحوا لدفع الرعاية الصحية، و20% من الأسر التي تحتاج إلى رعاية الأطفال لم يكن لديها المال الكافي. أيضا في بريطانيا، أكثر من 3 ملايين أسرة من ذوي الدخل المنخفض لا تستطيع تحمل تكلفة تأمين التدفئة المنزلية هذا الشتاء بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. هذا الخبر يتزامن مع تحذير ورد عن وكالة الأمن الصحي يوصي الأشخاص بتدفئة منازلهم ب18 درجة مئوية على الأقل، وارتداء طبقات إضافية من الملابس، وتناول الطعام الساخن لحماية أنفسهم من المنخفض الجوي. وسوف تقدم الحكومة مدفوعات الطقس البارد إلى 300 منطقة في إنجلترا وويلز، فيما تبقى 710,000 أسرة تكافح من أجل دفع ثمن الملابس الدافئة وتأمين التدفئة والطعام. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا قد تنطلق قريباً، رغم أن الحرب لا تزال دائرة هناك، وسيكون المشروع الأكثر تكلفة في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الصحيفة أشارت إلى أن أي تحول لأوكرانيا من زمن الحرب إلى اقتصاد زمن السلم يعد بأن يكون محفوفاً بالمخاطر، ما يجعل الأفكار لحكومة مركزية قوية تستهدف الإنفاق بإحكام أقوى ضد حكومة ذات تنظيم أخف تسود فيه الأسواق الحرة. تتسع دائرة الإضرابات في بريطانيا في إطار الضغوط التي تمارسها النقابات للحصول على أجور أعلى، ويتوقع أن تشهد فترة عيدي الميلاد ورأس السنة اضطرابات واسعة في مختلف القطاعات بسبب الإضراب. وبعد إضراب عمال قطاع النقل والنفط والتمريض، يتوقع أن ينضم إليهم موظفو المدارس وموظفو شركة بتروفاك للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم. وكانت الحكومة قد أعربت عن نيتها استدعاء تعزيزات من الجيش للحلول محل العمال المضربين في بعض القطاعات الحساسة. إلى تركيا، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي بمقدار 5 مليارات دولار بالمقارنة مع ما كانت عليه العام الماضي. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا قد تراجعت بشكل حاد منذ مطلع العام 2020 الذي شهد ظهور وانتشار كوفيد وأثر في مداخيل البلاد من السياحة، فيما حاول البنك المركزي التركي دعم عملته بالتدخل في الأسواق، ما تسبب في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي من جديد. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن موارد الطاقة في بلاده مؤمنة حتى نهاية هذا الشتاء رغم الأزمة الناجمة عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. وأكد هابيك أنه لا يمكن التخوف من سيناريوهات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، وأن بلاده قادرة على مساعدة جارتها فرنسا من خلال تصدير الكهرباء إليها. وفي سياق متصل، دعا هابيك إلى منع أي هجمات سيبرانية ضد منشآت البنية التحتية لضمان سير عملها. تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عن إصلاحات لتحفيز نمو القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثر الذي يواجه ركودا غير مسبوق، وسيعلن وزير المال جيريمي هانت عن 30 إجراء إصلاحيا تنظيميا
لإعطاء قوة للخدمات المالية وإعادة بريطانيا إلى مركزها المعهود كمركز مال وأعمال مهم للمنطقة والعالم. وكان هانت قد أقر الشهر الماضي بأن بريطانيا تشهد ركودا سيليه انكماش طوال العام المقبل. إلى الأردن، حيث انعكست فعاليات كأس العالم في قطر على النشاط الاقتصادي بنحو إيجابي، فقد أنعش المونديال بعض القطاعات التجارية والترفيهية والسياحية. تفاصيل أوفى مع لنا شاهين من عمان. دارت كرة الساحرة المستديرة هناك في قطر، ومعها دارت عجلة بعض القطاعات الاقتصادية هنا في الأردن وعلى نحو غير مسبوق. لا تقف الحركة النشطة عند حدود عملية بيع وشراء المستلزمات الرياضية من ملابس المنتخبات وأعلامها فقط، وإنما تتعداها إلى الشركات السياحية والتي تشهد انتعاشا لا مثيل له. من بداية مونديال قطر من 1/11 خلينا نعتبر بلشوا الأعداد عندنا من تقريبا 25% بالبداية، بعدين بلشت تتراوح وتتفاوت كمسافرين وأعداد لغاية تقريبا 1/12 بلش تزيد عندنا الأعداد بنسبة 50% ل 75% حاليا. المقاهي والمطاعم تغري عشاق المونديالي للاستمتاع بمشاهدته وسط أجواء حماسية، وفوائد المونديال على الأردن تتعدد وتتشعب. اليوم احنا بنصدر بحدود 1000 طن يوميا خضار وفواكه، ايضا في عندنا موجود يعني شركات تم تعاقد معها، شركات حماية، شركات لوجستية مع قطر، وخدمات طبعا متنوعة، وهذا شيء إيجابي جدا، وطبعا يعني خفض البطالة ولو مؤقتا. أيضا بما يتعلق بالترانزيت، يعني متوقع من هو لنهاية المونديال أن يصل عدد المسافرين عبر الترانزيت إلى 1 مليون مسافر. تعويل الأردن على المونديال في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا يؤتي أكله، ولا سيما مع توظيف بعض الآلاف من الأردنيين للعمل في قطر. لنا شاهين عمان، الميادين. نبقى في الأردن، حيث دخل إضراب العاملين في قطاعات النقل العام الداخلي والخارجي يومه الخامس احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانخفاض أجور النقل. وانضم سائقو الباصات العاملة بين المحافظات وسائقو سيارات التطبيقات الذكية إلى المضربين عن العمل بعدما رفضت الحكومة مطالبهم بخفض أسعار المشتقات النفطية وتقديم دعم نقدي مباشر لتمكينهم من مواصلة عملهم. ارتفعت الطاقة الإنتاجية للنفط في محافظة ميسان في العراق إلى 300,000 برميل يومياً، وأفاد بيان وزارة النفط العراقية بأنها مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وأن مشروع استثمار الغاز سيؤدي إلى التحول نحو الطاقة النظيفة المنتجة وتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، فضلا عن تنظيف بيئة المحافظة من الغازات الملوثة. كشفت وكالة بلومبرغ أن البنوك السعودية تواجه ضغوطا تمويلية غير مسبوقة وتسعى إلى تعزيز الاقتراض أو عفوا تعزيز الإقراض، فضلا عن إصدار سندات دولية وضمانات مدعومة بالرهن العقاري السكني. ونقلت الوكالة عن مصرفي سعودي قوله إن معدل الفائدة بلغ 5.9% في تشرين الأول أكتوبر، وهو مستوى قياسي أعلى من المعدل خلال الأزمة المالية عام 2008. ولفتت إلى تراجع رغبة البنوك في إيجاد بدائل عن القروض لتمويل الأنشطة الاستثمارية. بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net بلغاته الإسبانية والإنجليزية وطبعا العربية. شكرا وإلى اللقاء.